صباح الخير اعزائي الطلاب او بالأحرى مساء الخير لانه محاضرتنا اليوم شيء متاخره واتمنى تكونوا جاوبتوا باذن الله جواب زين محاضرتنا هذا الجزء الثاني الاي بي دي اللي هو ال Inflammatory باول ديزيز هي حقيقه هي هي مرضين من الممكن ان تندرج في هذه الخانه وشوف هنا involves two idiopathic diseases idiopathic يعني غير معلومة السبب خلينا نقول بمية بالمية ما معلومة وين تصيب الجاسترو انتستانال تراكت اللي هي الالسرتيف كولايتس والكرونز ديزيز الالسرتيف كولايتس causes long lasting inflammation and sores يعني ulcer تقرحات in the enormous lining of large intestine وين يصيب الكولون and rectum بينما الكرونز ديزيز هاي الانفلاميشن مين يصير into what lining of the digestive tract يعني قد تكون من الفم الى المخرج. الـ pathophysiology، خلينا نشوف شدي يصير. الـ اللي هو المهم عندنا اللي نقول idiopathic، الـ of IBD involves a combination of infections, genetics and immunologic factors. الـ IBD is currently considered an inappropriate immune response to the endogenous microflora of the GIT. يعني رجعنا شنو من الامراض اللي هي اوتو اميون ديزيز المهاجمه لل مايكروفلورا مال جي اي تي بواسطه الimmune سيستم مال جسم نفسه واحنا ما عندنا اي اشكال وما عندنا اي جسم غريب لكن دي هاجم الجسم نفسه هاي الان immune اميون ريسبونس كوز انفلاميشن اوف جي اي تي اور بارتس and subsequent release of inflammatory mediators طبعا العملية عملية اميون uh, ميكانيزم uh, وهذه السلسلة مالتها معروفة فتنفرز الاميون ميديators such as interleukin 1-2 uh, and uh, a tumor necrosis factor TNF leading to edema, ulceration and destruction of the tissue هذان المرضين differ in two general aspects اللي هي شنو؟ anatomic size involved and depth of bowel wall affected. يعني شنو اللي قلناه قبل شوية bowel. The ulcerative colitis is confined to the colon and rectum. هاي. And affects the mucosa and some mucosa. يعني ما نقدر نقول كل جديد. بينما in in Crohn's disease any part of the entire GIT may be involved. The small intestine is the most common site. The inflammation may be transmural, penetrates into the muscularis or serosa layer of the GIT tract. يعني ده تصير وين؟ ده دي تروح ديب زايد عن ما يحصل في الالسراتيف كولايتس. اكو نقطة غريبة عجيبة يقول لك smoking appears to be protective for ulcerative colitis but when يزيد ال frequency of Crohn's disease the difference between two diseases احنا نقدر نحطها في هذا الجدول واحنا تكلمنا هسا عنا مثلا ال ال وين يصير وشو تطوراتها بيا مكان شلون يصير الديبنس اوف السورز شنو تطوراتها الخطيره مثلا عندنا بالالسرتيف كولايتس بالرغم من انه هو مو ديب لكن اكو نقطه كلش خطيره انه هو من الممكن يتطور الى وات توكسيك ميجا كولون وهذه حاله جدا خطيره قد تؤدي الى الدث الكانسر ايضا بالألسراتيف كولايتس امكانيه تطور الى كانسر اكثر بالألسراتيف كولايتس هنا هذا عندك عندك صوره حاطه لك اياها شنو اللي دا يصير وشنو الفرق بين كرونز ديزيز والألسراتيف كولايتس مقارنه بالهيلثي تراكت الريسك فاكتورز حقيقه مثلا الايج موست بيبل ديفلوب اي بي دي ار بيفور 30 years old بالاعمار الشابه race or ethnicity although whites have the high risk of disease but هي تحصل في any race the family history أكيد العائلة اللي هي إحنا هيك disease قد يكون متوارث فمن الممكن أن يه آه أنه the patients اللي عنده واحد من الأهل susceptibility for infection is more than other people

كل ما تصير بيه صناعه زايده كل ما يصير بيه فاست فود اكثر كل ما تكون العجله سريعه كل ما يكون الانسان ما يهتم بروحه يهتم بالركض والاكل يركض ويشتغل وكذا وما يهتم باكله كل ما يكون الاصابه بهذه الامراض اكثر فاني حاط لك هسه هنا أنا فد... حقيقه مهم جدا آه، الاعراض اللي تصير عنده والاسباب اللي من الممكن او ال...

اللي هو ما يلحق على روحه urge to defect and abdominal pain signs of forcing clinical course include the development of severe abdominal pain dehydration fever and tachycardia patients with Crohn's disease usually present with abdominal pain especially in association with food and the chronic often nocturnal diarrhea weight loss and low grade fever are also common most patients with IBD follow a fluctuating chronic course of intermittent acute attacks of active disease with periods of uh, quiescence يعني remission يعني دائما المريض هذا تعرفون يصير عنده flare of the uh, خلينا نقول of signs and symptoms ويرجع يطيب ويصير عدة remission وهكذا تتطور الحالة بين exacerbation وبين remission small number of patients suffer from a continuous course of persistent symptoms and no remission شوف هذا الرسم ايضا مهم جدا عندك It types of ulcerative colitis according to the site of the infection. إذا صار proctitis إذا صار سيجمو -sigmo, uh, sigmoiditis هذه المكانات وين دا تصير الانفكشن وين دا يصير من يصير عندك انكولايتس معناها كل الكولون كل انفكتد وكل الصرتب زين هنا اكسترا انتستانال فيتشرز اكو عندك احنا قلنا وين يصير هو بالجي اي تي لكن من الممكن هاي الامراض يصير بها مصاحبه بعض الاعراض اللي هي ما لها علاقه بالجي اي تي غريبه مثلا ارثرايتس ذا موست كومون اكسترا انتستانال مانيفستيشن اوف اي بي دي dermal and mucosal manifestation احنا عندنا تصير بايودرما gangriyonsum, arishino you know? skin ulceration with an acrotic center by rasm. they can be seen on any part of the body, but are more commonly found on the lower extremities. it is a rare condition that causes large, painful ulcers to develop on your skin, most often on your legs. arishino. the exact cause of pyoderma

Cells under the skin. وش عندنا بعد؟ Oral ulceration of test ulcers may be present in some patient with IBD. Eye complications the incidence of ocular complications in IBD patient is 1-10%. to وهذا شيء مو قليل 1-10%. شو يصير عندنا؟ باوع أعزائي مهم جدا ان نفتهم. Conjunctivitis شنو conjunctivitis؟ is an inflammation or swelling of the conjunctiva. شنو هي ال conjunctiva؟ is the thin transparent layer of tissue that lines the inner surface of the eyelid and covers the wide part of the eye. هذه ال conjunctiva. يوڤيتس It affects the middle layer of tissue in the eye wall symptoms include ocular pain photophobia blurred vision uh, it, uh, it's required to prevent scarring and visual impairment حقيقه episcleritis refers to inflammation of your episclera اللي هي شيني, which is a clear layer on top of the white part of your eye كولد سكليرا هذه انواع من الممكن ان تصاحب الاي بي دي يجب ان نعرفها طبعا من الصعوبه أن واحد يشعر عنده الام قد يكون شوف بعض الاحيان البيشنت ما يهتم دائما التشخيص مع هاي الامراض الاي بي دي يكون متاخر المريض ما يهتم يصير عنده اسهال يصير عنده الم يصير عنده بعض الاحيان بلاد ستول ما يهتم ما يستحي من هالسوالف انتظر عندك اعراض خارجيه ما تتعلق بالعين. هي يقول لك شو العلاقه هذه ويا هذه؟ فهنا بشوف يروح طبيب عيون ولا ابو طبيب عيون يشوفه بدون ما يسيء له يقول لك عندك اعراض اخرى. هاي دائما يكون التشخيص متاخر لانه ما يربطون بيناتهم. زين. هيباتو هيباتو بليري كومبليكيشنز عندنا. ذا هيباتيك كومبليكيشنز اوف اي بي دي انكلود فاتي ليفر. Cholangitis, you know, inflammation of the bile ducts, pericholangitis, inflammation of the tissue surrounding the bile ducts, and chronic active hepatitis, gallstone, and cirrhosis. Thromboembolic complica complications, when with the arterial, as well as venous events, and pulmonary embolism. The chivalric من يتوقع دي فينا سفان لانه عنده مشكله بالجي اي تي انيميا وهذا اكيد لانه انت عندك الاي بي دي يصاحب دائما بانه البيشنت يفقد دم السر وبنفس الوقت ما يقدر ياكل مثل طبيعته فيقوم يكره الاكل لانه دائما يصير عنده الام ومشاكل بالاكل فيبدأ يبتعد عن هسه خلينا نتكلم عن الـ عن الـ complications لانه انا يعني يجب ان امنع الكومبليكيشنز لانه قسم من عده خطيره بعد ما اقدر ما عندي خط رجعه فمثلا توكسيك ميكا كولون ذات occurs mainly in patients with, أكثر شيء هو يصير require urgent surgical intervention. شوف إيش ده يصير، شوف شكل الكولون مقارنة بشنو؟ بالنورمال كولون في هذه ال ال اللي حاط لكم إياها. patient with ulcerative colitis and cross, uh, Disease carry an increased risk for developing colorectal cancer. Also, The risk of cancer greatly increase in case of ulcerative colitis. Even at the small bowel structure. She was structure with rest of structure. And subsequent bowel obstruction a that may require surgery. Urinary complications occur. To more extents in association with the Crohn's disease. Calcium oxalate stones are the most common type of renal calculi associated with Crohn's disease. Right, the diagnosis: Clinical features and laboratory abnormalities are important. Then you call it to in الاندوسكوبي اكزامينيشن از فيري امبورتنت اذا عندك كولونوسكوبي او سيجمويدوسكوبي وذ بايوبسي باريوم كونتراست شنو الباريوم كونتراست؟ شيء ملون احنا نصيح لها اوكي okay. سي عندك لابراتوري تيست مثلا اهم شيء احنا شنو شيء بلاد مو صحيح فاليوكوسيط مهمه اليوكوسيطوس عندنا يصير elevated what we see is count in peripheral blood and elevated erythrocytes cementation rate ال ESR اللي يزيد في اي inflammatory process عندك يصير hypoalbuminemia لانه patient uh, poor nutritional status and overall clinical condition طيب after the diagnosis made the information derived From diagnostic testing and the patient's medical history and symptoms are used to stage disease. Severity. The, the severity of active IBD is generally classified as mild, moderate, severe, or fulminant. The treatment. <laughs> The desired outcome goals of treatment include resolution of acute inflammation process, resolution of accompanied complication, alleviation of systemic manifestation, and maintenance of remission from acute inflammation. يعني عالج المريض بيش أمنع المرض لا أوقف المرض أنهي نهائيا لا اعتبر supportive وأمنع complication. وجهد الامكان ابقي البيشينت في مرحله الرميشن وامنع الاكيوت الأكيوت non-pharmacological treatments عندنا شنو؟ nutritional support. البيشينت دائما يعاني من mal-nourishment uh, ما يقدر ياكل يضج من الاكل يتاذى من الاكل فيصير عنده malnourishment. the nutritional needs of the majority of patients can be adequately addressed within Parental supplementation حقيقة في كثير من الأحيان البيشنت يحتاج parenteral nutrition نعطي مغذيات ما يقدر يأكل Surgery طبعا إذا أوصل إلى حالات معينة صار عندي توكسيك ميجا كولون صار عندي ستركتشر صار عندي كولون ابستراكشن أحتاج سيرجري. The indication for surgery with Crohn's disease are not as well established as they are for uh, ulcerative colitis دائما ما احتاج العمليه في حاله ال الالسراتيف colitis اكثر مما احتاجها بالكرونز ديزيز disease. نيجي على البارت الخاص بنا the pharmacologic therapy the major types of drug therapy are aminosalicylates, corticosteroids immunosuppressants biological agents and antibiotics. الـ مانجمنت management يعني الطريقة المعتادة بالتريتمنت اوف اي IBD involves a step up therapy. يعني شنو؟ a method in which less aggressive agents, الأدوية الأقل تأثيرا أر used prior to the use of agents that are more aggressive. يعني ما أجي رأسا شخصت patient عمره 25 سنة لازم أعطي biologicals، لا.

Is used in the active treatment of ulcerative colitis and crohn's disease as well as during disease inactivity to maintain remission. a number, uh, number of oral and topical compounds have been designed to target delivery of 5-asa, five 5-aminosalicylic five acids to the colon or a small intestine. while minimizing absorption يعني يشخ يعني الدواء يسووه بطريقة معينة بحيث يروح للمكان اللي بيه الانفكشن بالمكان اللي بيه الالسر ويحلل يطلع من عنده الاكتف كومباوند اللي هو ال 5 اي اس اي بذاك المكان حتى يشتغل توبيكلي وحتى نقلل امكانيه ال ال absorption ماتي, and my absorption a hey, typically, okay, commonly used formulation of 5SA are Methalamine and as a compounds, طيب hey, خلنا نشوف, أول واحد عندنا oral Methalamine agents which involve 5SA agents coated in various pH EH sensitive resins, يعني شنو؟ يعني نسويها بطرق معينه الادويه بحيث بي اتش سنسيتيف حتى تحلل لنا وتعطينا ال5 اي اس اي وين بالمكان اللي نريده عندك الازاكول عندك الابريسو اند ليالدا اور باكج ان تايم ريليز كبسول مثل البنتازا البنتازا شو تسوي ريليز 5 اي اس اي سلولي Throughout the small intestine and colon. عندك الأزاكول والأبريسو والليالد ديزولف ات بي pH 6 إلى 7، releasing 5-ASA in the terminal small intestine and the proximal colon. باخر جزء من الانتستين وفي بداية الكولون. الليالد has a system that gradually release 5-ASA throughout the colon. هذا شغل الاختراعات الدوائيه والشركات العالميه والشركات الدوائيه اللي بها صيادله وكيميائيين يخترعون هذه الطرق. أكوردك توات وات؟ أكور للعلم والنالجمنت اللي صار عندكم يا صيادله بدراستكم واهمها حقيقه الخواص الكيميائيه والفيزيائيه. مو صحيح؟ احنا ما نبقى دائما نتكلم اه ونقول على الصيدله السريريه وتكون احنا منحيزين الى هنا انا اختصاص صيدله سريريه لا عندك امور مهمه جدا حتى توصل للصيدله السريريه وتفيد البيشنت تعتمد على خواص الدواء نفسه يا صيدلاني الأزوكومبوند كومباوند النوع الثاني اللي قلنا عليه من هاي الادويه شنو؟ مثل السلفا سلازين بل سلازايد اند اول سلازين. هم بيها 5 اس اي linked by an azo bond that requires cleavage by colonic bacterial azo reductases. يعني ما راح نعتمد على ال pH مثل أول نوع. هذا النوع شنو؟ خلينا نقول برودراج ازو بوند هاي تحتاج؟ تحتاج انزيم موجود بالكولونيك بكتيريا حتى يقطعها حتى يطلع لنا الفايف صار لي ريليز within the colon إذن the 5 SA acts topically and is largely unabsorbed ونعمة من الله يشغل topically وما يمتاز شعدنا بيها all contains two 5 SA molecules كان يبقى أزعمون المهم بالسلازايد والسلفة the systemic absorption of the Sulfapyridine is responsible for most of the drugs, drug's adverse effects. جزء من الدواء السلفا باريدين هذا راح يمتص يسوي لنا مشاكل سيستميكلي The five SA agents should always be administered in conjunctions with folate. حتى أقلل من side effect ماتي. عندنا topical mesalamine. 5 SA is provided in the form of suppositories and enemas. احنا اول نوع اللي قلنا عليه الميسالامين هو عباره عن اورالي هسه عندنا topical ميسالامين suppository and enema. This formulation can deliver much higher concentration of 5 SA to the distal colon than oral compounds. The 5 SA suppositories are indicated for proctitis, لانه باخر جزء من الكولون فيفضل انه احطها في انم انطيها سبوزيتوريز حتى تكون اسهل وصولها وسرعه وقريبه على الانفكشن. Whereas any formulation can be useful in IBD confined to the distal colon. شوف هنا التيبل عندك كل واحد من الادويه اللي ذكرناها جماعه الميسالامين ديريفيتيفز اللي هو يكون هيئته الدوزج فورم تابلت اورال كبسول اورال تابلت اند سو اون وين يشتغل وهنا عندنا ايضا مهم جدا اعزائي ال شوف هذا الرسم جميل ومفيد وينطبع ببالك على الانواع اللي دي نتكلم عنها

الجئ المن سوري مو اكيوت اكيوت انفكشن اكيوت انفلاميشن يصير عنده فلير اوف ذا سيمتومز تلجا للستيرويدز لكن خلي بالك هي ما راح تسوي مينتيننج اوف ريميشن سو ا فيرايتي اوف انترافينوس اورال توبيكال كورتيكوز فورميليشن هاف بين يوزد هاوفر لونج تيرم يوز از اسوشيتد وذ سيريس سايد افكت مثل اللي نعرفها The most commonly used IV formulation have been hydrocortisone or methylprednisolone. Oral formulation are prednisone or methylprednisolone. A topical preparation hydrocortisone, suppositories, foam and enema. The butyzanide is an oral glucocorticoid with high topical anti-inflammatory activity, but low systemic activity due to high first pass metabolism. المستخدم من عنده الفورميلا كونترول ريليس فورميليشن افيلابل ذات تارجتس احنا نشوف هاي تارجتس يوجه دليفري تو ذا تيرمينال ايليوم اند بروكسيمال كولون زين جينا على الاميون سبرسنت دراجز مركبتا بيورين ازاثايبرين سايكلوسبورين او ميثاتروكزيت And the and the six mercatopurine uh, are sometimes used for treatment of IBD as maintenance therapy, maintenance therapy, and may be used as steroid sparing agents in patients unable uh, and discontinue corticosteroids. They are indicated only. for maintenance because of its long onset of action يعني ما عندي patient والله يجيك متأذي وصار عنده flaring of symptoms واجي مركاتا بيورين لا هاي اعطي باللونج تريتمنت زين اصلا هو الاونست مالته آه متاخر يعني بعد الاونست مالته الادويه من يطول ثلاث الى اربع مانس حتى يبدا يشتغل ذاك اطول عندي يعني Elmutotrixate can be used to induce remission in patients with Crohn's disease that has not response to conventional agents. Yeah. Cyclosporine has been of short term benefits in acute severe ulcerative colitis when used in a continuous infusion. عندك النوع الأخير مهم جدا اللي هو البيول البيولوجيك agents الحديثة نعرفها مثل البيولوجيك agents highly effective for patients with corticosteroid ديبندنت or refractory ديزيز اللي ما دا يتعالج اللي لازم corticosteroid أحاول أساعد بغير أدوية مثل البيولوجيكال ايجنتس agents the potential benefits of these agents must be carefully weighed with their high cost and risk of serious and potentially life-threatening effects. دوا مهم جدا بس ما أرجع له بالبداية إلا للحالات النادرة اللي ما تتعالج بكل الأدوية ذكرناها. أجي على البيولوجيك ايجنس ليش؟ لأن السايد افكت ما خطيرة وبنفس الوقت غالي جدا مو كل واحد يقول له روح بلا زحمة الصيدلي يروح يشتري من عندها ما شي شيء غالية الكورسز أول ما بدت أول ما بدأ إنتاجها ويعطوها للأي بي دي أو يعطوها للأرثرايتس الكورس مالتها ست شهور يوصل لل 30 40 الف دولار. العموم ال هنا ايش عندنا؟ احنا عندنا necrotic factor therapies, three monoclonal antibodies to human necrotic factor currently available for treatment of IBD اللي هو الانفليكسيماب, اداليموماب and الانفليكسيماب indicated for both. سيد الألسراتيب والكرون ديزيز أدالي مباب أن for both in the, uh, induction and maintenance therapy for Crohn's disease الدكتور آخر نتاليزا ماب ديزيليوكوسايت adhesion and migration inhibitor that used for patients with Crohn's disease ياهو who are unresponsive to other therapies

Uh, medical therapy. distal disease اللي هو below the splenic flexure can be treated effectively with topical therapy. extensive disease اللي هو over the splenic flexure ورسم الكمية اني يعني بالرسم normally requires systemic therapy. severity of acute ulcerative colitis is also useful in determining medical therapy يعني كل ما زادت عدة الحاله والسيفير والس ديزيز كل ما اني الجا الى ادويه اخرى severity is generally defined as mild moderate severe or fulminant طيب أه... حقيقه هذا الجدول اللي احنا كنا حاطين متفقين عليه انه خطه علاجيه ما, ما نحفظها لكن يعني نطلع عليها وبالفعل وين ما يتم تحفظوا. هنا عندنا ستيب وايز ثيرابي اوف اي بي دي عندنا توبيكال الاورال امينو سالسيليت اند توبيكال كورستيرويدز نروح بعدين للاورال كورتيكوستيرويدز بعدين نروح للامينو بعدين نروح للبارجيكال ايجنتس اند بارانترال ستيرويدز بال pregnancy drug therapy for IBD is not contraindicated for pregnancy and most pregnancies are well managed in patient with disease. ما عندي مشكلة. Sulfazazazine, mesalazine and balsalazide are safe for use in a pregnancy. Topical 5 asa agents are also safe. Corticosteroidy مثل ما عرفنا جدا في كثير من الأمراض أنه هي safe.

يعني عندها minimal or no risk during pregnancy but experience is limited لذلك افضل ما استخدمه المثاتريكزيت is contraindicated خلي بالك it is contraindicated الانفليكسيماب اداليماباب وسارتاريزماب classified as a pregnancy category B and appear to be relatively safe for pregnant patients هاي <سؤال> ريفرنسز، هذه الـ الاذر <سؤال> ريدينج، شوف هاي الاذر <سؤال> ريدينج انا راح اخلي لكم اياها واجب واجب سهل لانه الواجب انت بس تقراه، انا ما راح اقراه ولا اشرح لك عنه. بس مهم جدا هذا الواجب زين مهم لك تقراه تحفظه وسهل يجيب الامتحان صح ولا غلط؟ وعاشت ايدكم